السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أرحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. درسنا اليوم إن شاء الله هو درس الشكل الظاهري لنبات زهري، هنستعرض فيه وصف الأهم الأعضاء النباتية. نبدأ بالجذور. طبعا الجذر هو إن جزء من النبات المنغرس في التربة بعيدا عن الضوء. في عندنا نوعين أساسيين من الجذور، في جذور وتدية وفي جذور عرضية. الجذور الوتدية دي جذور أصلية أو أصيلة، لأنها منشأها الجزير اللي موجود في جنين البذرة. الجذور الوتدية بتقسم إلى جذور وتدية عادية وجذور وتدية تخزينية. بناء على إيه؟ بناء على وظيفة الجذر، هل هو للتثبيت، تثبيت النبات وامتصاص الماء والأملاح من التربة، ولا وظيفته بالإضافة إلى عملية التثبيت وظيفته تخزينية؟ النوع الأول اللي هو الجذور الوتدية العادية هي وظيفتها تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء والأملاح من التربة، لأن الجذر الوتدي العادي هو عبارة عن جذر ابتدائي اللي هو بينشأ من جنين البذرة من الجزير، بالإضافة إلى جذور سنوية بتنمو عليه وتبدأ تتشعب في التربة علشان تعمل تثبيت للنبات، وبينمو على الجذور الثانوية دي شعيرات جذرية زي ما احنا شايفينها كده علشان تمتص الماء والأملاح الذائبة فيه من التربة. طبعا الجذور الوتدية بنشوفها في نبات كثيرة جدا وخاصة في ذوات الفلقتين زي مثلا الفول والطماطم والملوخية وكثير من النباتات. لكن الجذور الوتدية التخزينية اللي هو النوع الثاني من الجذور الوتدية، النبات بيقوم باختزان المواد الغذائية في الجذر، وبالتالي بيبدأ الجذر حجمه بيزيد وبيتشحم وبيأخذ أحد الأشكال اللي قدامنا دي، فبيبقى بنقول عليه أو بنسميه جذر وتدي تخزين. في عندنا بعض الأشكال زي مثلا الجذر الوتدي المخروطي، ده اللي موجود في نبات زي الجزر، الجذر الوتدي المغزلي زي نبات الفجل مثلا، والجذر الوتدي القروي أو بيسموه الليفتي نسبة إلى نبات الليفتي. دي بعض الأشكال اللي الجذر الوتدي بياخذها لما النبات بيقوم باختزان المواد الغذائية في الجذر. النوع الثاني من الجذور هي الجذور العرضية أو الأدفنتيشيس روتس، ودي طبعا منشأها غير الجذور الوتدية. احنا قلنا الجذور الوتدية منشأها الجزير اللي هو موجود في جنين البذرة، ولكن الجذور العرضية بتنشأ من أي جزء آخر من النبات غير جزير البذرة. يعني ممكن تنشأ من على الساق أو من على الأوراق علشان تبدأ تقوم بوظيفة قد تكون مختلفة عن وظيفة الجذور العادية. مثلا هنشوف مثالين على الجذور العرضية، لأن احنا عندنا أنواع متعددة من الجذور العرضية ولها وظائف متنوعة، لكن احنا هنا هنستعرض نوعين بس اللي هو الجذر العرضي الليفي، وده موجود في بعض النباتات وخاصة النباتات العشبية أو النباتات اللي بتتبع الفصيلة النجيلية زي نبات النجيل مثلا ونبات البصل وكثير من النباتات ونبات النخيل. بنجد ان الجذور الليفية عبارة عن جذور خيطية بتنمو من أسفل ساق النبات وبتبدأ تمتد فقط في المنطقة القريبة من سطح التربة حوالين النبات علشان تعمل على امتصاص الماء والأملاح من التربة. نوع آخر من الجذور العرضية هو الجذر العرضي الدعامي، زي اللي موجود مثلا في نبات الذرة والنباتات الشبيهة له زي نبات القصب مثلا أو نبات الغاب أو البوص، اللي هي النباتات اللي لها سيقان طويلة ورفيعة. بتجد إن من على العقد القريبة من سطح التربة، طبعا دي مكان عقدة هنا اهي أو مثلا العقدة اللي تحت دي، بتبدأ تنمو جذور صلبة، تخرج هذه الجذور من عند العقد القريبة من سطح التربة وتبدأ تمتد حتى تصل إلى سطح التربة، ثم تتشعب في التربة تحت النبات علشان تعمل على تثبيت ساق النبات في التربة. يبقى دولي إيه نوعين، اللي هو الجذور الليفية والجذور الدعامية، دولي نوعين أو مثالين على الجذور العرضية.